في أوروبا. ما زال الجميع يتحدث عن أزمة الطاقة، ولا يتوقف المواطنون عن التفكير في الشتاء وبرده القارس، خاصة في ظل انقطاع الغاز الروسي. فهنالك من ينظمون الاحتجاجات مطالبين الحكومة بعودة العلاقات مع روسيا، وآخرون يبحثون عن أماكن أكثر دفئاً في العالم للجوء إليها. ولكن في غضون ذلك، ماذا يفعل بوتين؟ هل يلقي خطاباً رئاسياً جديداً؟ هل انضم إلى أرض المعركة؟ في الحقيقة لا. الرئيس الروسي قرر أن يلقي طرفة خلال الساعات الماضية، حيث تداول المستخدمون عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مشاركته في منتدى دولي للحوار، وظهر من خلاله وهو يسخر من العقوبات الغربية المفروضة على بلاده، وذلك من خلال طرفة ألقاها على الحضور. فماذا قال؟ دعونا نشاهد. Коллегам, мне один приятель из Германии его рассказал недавно. Семья. Сын спрашивает у папы: «Папа, почему так холодно?» А он говорит: «Потому что Россия напала на Украину». Ребенок спрашивает: «А мы здесь при чем?» «А мы ввели санкции против русских». «Зачем?» «Чтобы им было плохо». «А мы что, русские?» طرفة بوتين حظيت بتفاعل كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي، فنشاهد البعض من التعليقات. البداية هنا مع موشا التي قالت عبر تويتر: عندما يمزح القيصر عليكم أن تعلموا بأنه خائف. أما روبرت فقال: على ما أعتقد أن هذا الأب هو زيلينسكي، أي الرئيس الأوكراني. بينما سيرجي قال: أعتقد أن بوتين أغفل نهاية الطرفة، أوروبا ستنتصر في النهاية يا عزيزي. وفي الأخير أدريان قال: بوتين بسلاح مهم كبير في تلك الحرب، الغاز الروسي. ولكن على أرض الواقع يبدو أن حديث الرئيس الروسي صحيح، فقد أدى قرار وقف ضخ الغاز نحو الدول الأوروبية إلى بلوغ سعره في شهر أغسطس الماضي حوالي 3100 دولار لكل 1000 متر مكعب من الغاز، وهو ما يعادل ارتفاع الأسعار بنسبة 610% مقارنة بنفس الفترة خلال العام الماضي. وطبقا للمعهد الوطني البريطاني للطاقة، فإن عدد الأسر التي ستدخل في خانة الفقر الطاقي سترتفع من 4.5 مليون أسرة إلى 8.5 مليون في بريطانيا، بينما ستعاني بعض المدن في أوروبا من انقطاع متكرر للكهرباء لمدة تتراوح بين ساعة وثلاث ساعات بشكل يومي.